هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا مباشرة من إدلب عبر سكايب. هاشم أهلا بك معنا. قصف مكثف على جسر الشغور بصواريخ أرض أرض وأيضا انفجار للعبوات الناسفة، ماذا لديك من تفاصيل حول الأوضاع في إدلب؟ نعم، اولا ابدا بموضوع العبوات الناسفه. اربع انفجارات في عموم محافظه ادلب، عبوات ناسفه والغام انفجرت صباح اليوم، ثلاثه منها في مدينه ادلب. الانفجار الاول كان في بالقرب من دوار معره مصريين في الحي الشمالي من مدينه ادلب، والذي ادى الى اصابه شخصين. ايضا عبوه اخرى انفجرت على طريق ادلب بن نيشة، وادت ايضا اصابه شخصين بسياره من نوع فان. ومنذ قليل كان هناك انفجار لعبوه ناسفه ادى الى اصابه رجل وزوجته بالقرب من مشفى الزراعه. طبعا الانفجارات الثلاثه يعني كانت يعني خلال ساعات الصباح في مدينه ادلب. الانفجار الرابع كان في قريه معرش مارين بلغم مزروع على بمنزل احد قيادي هيئه تحرير الشام، الذي ادى الى مقتل طفله واصابه بعض افراد عائلته بجروح. طبعا ما هو مصدر هذه العبوات الناسفه؟ نعم، يعني حتى يعني هذه اللحظه يعني لم تتكشف من يقف وراء هذه الانفجارات او تبني لهذه العمليات، ولكن خلال العبوات الناسفه التي انفجرت في الايام الماضيه وحتى الاشهر الماضيه والفلتان التي تشهدها المحافظه في بانفجار عبوات ناسفه، الالغام، الدراجات الهوائيه الناريه الملغمه، السيارات، يعني كان هناك من يقف وراءها، ان كان تنظيم داعش، خلايا تتبع لتنظيم داعش، او حتى خلايا تتبع لمخابرات ميليشيا اسد، و ايضا الى قاعده حميميم، يعني هناك خلايا كانت تابعه لهم. الاجهزه الامنيه كانت قد استطاعت القبض على بعض من مرتكبين تلك الجرائم والانفجارات والعبوات الناسفه، واعترفوا على بعض العمليات، ولكن ما زال الانفجارات مستمره، وحاله يعني الفلتات الموجوده ليس فقط في مدينه ادلب ولكن في بقيه محافظه ادلب. يعني منذ يومين كان هناك ايضا تفكيك وتفجير لسياره على محلق مدينه سلقين شمال غرب ادلب، كانت مزروعه بسياره مدير الاوقاف في المدينه استطاع الجهاز الامني للفصائل بتفكيكها. عده يعني مناطق يعني هي عرضه للتفجيرات في الدانة في معظم هذه المناطق، كما ذكرنا ان كان خلايا تابعه لتنظيم داعش او حتى التابعه لميليشيا اسد الطائفيه لمخابرات ميليشيا اسد او حتى للاحتلال الروسي تقف من وراء تلك التفجيرات التي حقيقه لم تتوقف هذه حتى هذه اللحظه. نعم هاشم، تم توقيف المدارس عن العمل في جسر الشغور، ماذا عن مناطق إدلب الأخرى؟ نعم، يعني بالنسبة لمدينة جسر الشغور، بعد قصفها يوم أمس بصواريخ بعيدة المدى بصاروخين استهدف الأحياء السكنية ومدرستين، مدرسة مأمون حج يحيى ومدرسة رقية، استهداف مباشر وأدى إلى أضرار مادية كبيرة فيها. يعني لحسن الحظ كان الاستهداف بعد انصراف الطلاب في هذه المنطقة، وعلى هذا المجمع التربوي في المنطقة والريف المجاور تم تعليق الدوام الرسمي لنهاية الأسبوع حفاظا على أرواح الطلاب. بالنسبة لباقي المجمع التربوي، أغلب المجمع التربوية أيضا هي متوقفة على الدوام نتيجة القصف المستمر، نذكر منها سراقب، كفرنبل، معرة النعمان، خان شيخون وجميع القرى والبلدات. هناك قرى وبلدات موجودة في جنوب وجنوب شرق أدلب هي بالأساس متوقفة عن الدوام المدرسي، كجرجناز، التاح، التمانعة، هي بالأصل يعني هي خالية من السكان نتيجة القصف المستمر والاستهداف المباشر للمدارس. طبعا يعني يوم أمس كان هناك تصعيد من قبل حتى والاحتلال الروسي على معظم مناطق المحافظة. اليوم يعني حتى هذه اللحظة يعني تبقى الأجواء هدوء في ريف إدلب الجنوبي وجنوب الغرب وصولا الى ريف. نعم هاشم، سأضطر أن أعتذر منك لرداءة الصوت، شكرا لك هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز من إدلب.